السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. وبصراحة أنا جاي أتكلم النهاردة، هنقول امتداد للفيديو اللي فات، أو هنقول إن إحنا بنتناول قضية مهمة جدا، يعتبر هي أساس، بما إننا قناة رياضية هي أساس الرياضة في العالم، وهو التخطيط العلمي والمسير على طريق النجاح وتحديد أهدافك في الحياة، أو أهدافك عموما في الحياة، أو أهدافك الرياضية إيه هي. النهاردة احنا جايين نتكلم بخصوص المنتخب القومي لكرة اليد المصرية، او المنتخب المصري لكرة اليد. ليه منتخب مصر منتخب قوي في كرة اليد ومنتخب ضعيف في بقية المنتخبات، سواء كانت كرة قدم، كرة طايرة، اي منتخبات تانية؟ ليه بنشوف كل يوم اخفاقات وراء اخفاقات في على مستوى الرياضات الاخرى، سواء كانت فردية او جماعية، في حين بنشاهد نجاح منقطع النظير على مستوى كرة اليد؟ في عدة عوامل. أنا كنت عديت مرور الكرام الحلقة اللي فاتت على موضوع كرة اليد، ولكن المرة دي هنتكلم، يعني هنتناوله بشكل أكتر وضوح وأكتر جدية شوية، وعشان نقف على الأسباب. طبعا احنا منتخبنا لم يحقق نتيجة، يعني زي ما بنقول كده، إيه بديلي إلى الآن في الأولمبياد. أنا بتكلم الحلقة دي بتتسجل قبل مباراة فرنسا في قبل النهائي، وبعد مباراة ألمانيا اللي فزنا بيها امبارح. كلامي يا جماعة هيتمحور حوالين حاجتين اتنين. اولا، ما هم ايه عوامل النجاح لاي حاجة في الدنيا كلها؟ اولا انت تحدد اهدافك، لازم تحدد اهدافك ايه، وتحقق الطرق اللي تحقق بيها اهدافك دي، يعني ايه العوامل اللي هتحقق بيها الاهداف، غير كده عمرك ما هتبقى انت يعني ايه ناجح في حياتك. طيب على مستوى الرياضة عموما، النهارده انت لما بتيجي على مستوى شخصي كلعبه فرديه او لعبه جماعيه، بتحاول تقول انا والله اهدافي ايه؟ اهدافي افوز بكاس عالم، اهدافي اهل كاس عالم، اهدافي اداء مشرف، اهدافي ان انا احقق ميداليه، اهدافي ان انا عايز ابني جيل. يعني النهارده ممكن يجي فريق مثلا، نادي او منتخب، يقول لك والله ما تسالنيش مثلا عن بطولات لمده سنتين، لمده سنه، لان انا ببني فريق. ففي الحاله ديت بيبتدي من فتره الناشئين لحد ما يوصل للفريق الكبير، بيطلع وبيأسس لعيبة بشكل معين، سواء بدنيا، سواء ذهنيا، سواء فنيا، وبيوصل لك لمرحلة كبيرة ان انت تيجي المنتخب الكبير بيكون نضج تماما، وبالتالي بيتحقق النتيجة دي. عندنا مثال خارج الكرة، كرة اليد، عندنا منتخب ايطاليا اللي فاز باليورو اللي فات. منتخب ايطاليا لم يصعد لكاس العالم الماضي، ونتائجه كانت مخيبة في اليورو قبل الماضي، بحيث ان هو خسر النهائي في 2016. ولكن المنتخب الإيطالي بعدد من الناشئين أو بعدد من الشباب، قدر إن هو بعيدا عن نجوم المنتخب الإيطالي السابقين، إن هو يوصل للنهائي ويفوز على الإنجليز في عقر دارهم. دي نقطة. نقطة تانية، إيه سبب؟ المدرب. مدرب جه يا جماعة يعني غير فكر العالم كله عن الكرة الإيطالية، من الهجوم أو سوري من الدفاع الفكر الهجومي. طيب نرجع لمنتخبنا المصري لكرة اليد عشان ما نروحش بعيد. ليه منتخب مصر النهاردة بيقف قدام السويد، والسويد ومن هي السويد في كرة اليد، يقف قدام ألمانيا ومن هي في كرة اليد، ويقارع الدنمارك في دور الثمانية البطولة العالم اللي فاتت، ويوصل مع ضربات الجزاء ووقت إضافي، ويحسمها منتخب الدنمارك اللي هو بطل العالم وبطل الاولمبياد بضربات الجزاء، يلعب مع منتخب فرنسا قبل البطوله الاولمبياد ويتعادل معاه، او يفوز منتخب فرنسا في اخر دقيقه بهدف مشكوك في صحته؟ ليه احنا وصلنا لكده؟ اولا العامل البدني. انت عايز تبني منتخب قوي، يبقى لازم تبني لعيبه عندها قوه بدنيه قويه. دي نمره واحد. نمره اتنين، التخطيط على المستوى البعيد من بدايه الناشئين، من اللعيب وهو عنده 18 سنه و16 سنه و17 سنه، انت بتاسس لعيب ازاي ياكل، ازاي ينام، ازاي يقدر ان هو عارف كل عضله في جسمه ازاي بتتحرك، يبقى عنده ثقافه عن المجال اللي هو شغال فيه، سواء كره قدم، كره طايره، كره اي حاجه بيلعبها. اللعيب لازم يكون عنده لياقه بدنيه ولياقه ذهنيه. في حاجه تانية يا جماعه بيسموها الصحه الذهنيه، او ازاي ان انت تكون متحكم في اعصابك خلال المنافسات الكبيره. يا جماعه احنا عارفين اي حد بيتعرض لموقف يكون فيه منافسه، في تحدي، بيتعرض لنوع من انواع العصبيه، وعانينا منها كتير في المنتخبات بتاعتنا، سواء على مستوى المنتخب الكبير، وكنا بنقول عقدتنا مع شمال افريقيا او اخواتنا في شمال افريقيا ان احنا دايما بنفقد اعصابنا وبنركز في المباراه. ده اهم حاجه او عامل مهم، العامل النفسي والذهني، ان انت يكون حاضر. ازاي ان انا بفكر في الماتش اللي انا بلعبه، مش بفكر في اي حاجه خارج اطار الماتش اللي انا بفكر. امبارح لو انت بتتفرج على ماتش مصر والمانيا،
لعيبه من اول الماتش داخل هو عارف عايز ايه، بيتحرك ازاي، بيعمل ايه، لدرجه ان امبارح كريم هنداوي بعد ما خلاص اتاكدنا ان النتيجه تبقى في صالحنا في 2015 كان حارس المرمى لمنتخب المانيا وكان بيلعب برضه في كاس العالم، كانت في بطوله العالم ما كانتش في الاولمبياد، كان عمل حركه كده معينه للاعيبه المصريين نتيجه الفرق كبير في السكور. كريم هنداوي داخل وحاطط في دماغه الحركه وعملها امبارح للمنتخب الالماني. فالنهارده انت ده دي عقليه يا جماعه، ان هو كريم هنداوي عايز ياخد بطاره او حاطط في دماغه الحركه اللي اتعملت له من حوالي 6 سنين. فدي بيعتبر الظبطه، عارف الظبطه الفنيه، ممكن تبقى قوي فنيا وممكن تبقى قوي جسديا، بس خارج النفسيه بتاعتك مش مظبوطه، عصبي، مش مركز في الماتش، مش كل الكلام ده. النهارده في المدرب بوروندو او المدرب الاسباني لمنتخب كره اليد جايب الاستاف بتاعه، استاف نفسي، استاف بدني، استاف علاج طبيعي، تدليك، كل شيء كل شيء جايب استاف كامل. فبالتالي انت بتلعب باعلى المعايير العالميه لكره اليد على مستوى العالم، مش على مستوى مثلا افريقيا ولا مستوى، لا انت بتلعب. عشان كده النهارده لما الراجل وحميد لبراوي المعلق امبارح منه كل شكر وتقدير له، لازم نقول الكلام ده لانه كان امبارح جزائري ولكن بدم مصري، الراجل قال ده منتخب اوروبي. ليه؟ لانك انت حطيت عليه الصبغه الاوروبيه، انت بتدربه على اعلى معايير، ازاي القوه البدنيه، انت تشوط، بتشوط ازاي، امتى تشوط، امتى تصبر، لا استنى، لا اشوط الحركه دي. يا جماعه في دلوقتي خبراء لفن حركه الجسد، ازاي الجسد دي بيتحرك، ازاي العضله دي بتتحرك، الكلام ده كله لا تبقى علمي، مفيش حاجه بقت جهجهوني كده وكله. على عكس تماما لو جينا بصينا على منتخب مصر لكره القدم، وانا مش عايز اتكلم على فضائح اللي حصلت بغض النظر ان كان عبد الرحمن مجدي مظلوم ولا مش مظلوم، بغض النظر عن، ولكن الحاجه الوحيده اللي محدش مظلوم فيها الكلمه اللي قالها شوقي غريب بعد الماتش، اصل احنا خسرنا خساره مشرفه، الخساره هي الخساره، اصل انت خسرت قدام البرازيل، وهي يعني ايه البرازيل؟ من امبارح المكسيك طالعه مطلعاهم امبارح، بص يعني صاعدين من قدام المكسيك بالعافيه ضربات الجزاء، يعني ايه البرازيل؟ احنا مش هنتخلص يا جماعه، برازيل ايه وبتاع، انت 11 راجل ل 11 راجل والاداء اللي بيفرق. احنا غلبنا المانيا كنا غلبنا ايطاليا في كاس العالم للقارات. فعشان ما اروحش بعيد عن الموضوع، النهارده برضو لازم يعود الفضل للدكتور حسن مصطفى. دكتور حسن مصطفى راجل اخذ على عاتقه في منتصف التسعينات كره اليد، اسس لكره اليد صح في مصر، وكان رئيس اتحاد كره اليد في مصر لفتره طويله، قدر ان هو يبني فريق يوصل بيه في 2001 ان يكون في المربع الذهبي لبطوله العالم، وقدر ان احنا نلعب لفتره طويله في التوب 7 في العالم كله، وبعدين جت فتره واخفقنا فيها او نزل الكيرف شويه وبعدين رجعنا علينا. النهارده احنا بنشهد طفره كبيره ان اول منتخب افريقي ومنتخب عربي واول منتخب غير اوروبي منذ سنه 1988 يوصل لنصف منطقه او نصف نهائي الاولمبياد، بغض النظر عن نتيجه ماتش فرنسا وبغض النظر ربنا هيكرمنا باي ميداليه، ولكن النهارده حتى لو المنتخب ده طلع كل الناس راضيه عنه. ليه؟ لانه فعلا منتخب شرف المصريين اولا وشرف العرب طبعا وشرف الكره الافريقيه وبيحطك في حته تانية خالص. انت ممكن منتخب ياخدك في حته تانية، منتخب ياخد قاره في حته تانية، لان في هيبتدي النهارده، معلش، لما منتخب مصر في 2001 وصل للدور قبل النهائي فتح المجال قدام منتخب تونس وفتح المجال قدام منتخب قطر. فبالتالي انت النهارده لازم تعرف ان لما بتاخد خطوه للامام في غيرك بيبص عليك وعايز يتعلم منك، مش عيب ان احنا نتعلم من بعض. فالنهارده يا جماعه عشان ما يكونش الحلقه طويله على الفاضي، اتمنى زي ما بنقول العيوب وبنقول المساوئ ناخد المميزات والدروس والعبر من اتحاد كره اليد المصري، نبتدي ننفذ اللي عملوه ونجيبهم، هم ناس مصريين وناس وطنيين وناس يعني يحبوا الخير، مش في لعبه كره اليد بس، في كل ميل. يا جماعه انتوا اشتغلتوا ازاي؟ احنا اشتغلنا 1 2 3 4. لازم الاهتمام بالناشئين يا جماعه. انا ممكن اجيب مدرب مصري لمنتخب مصر الاول وهقبلها، لكن منتخب الشباب ومنتخب الناشئين هات له افضل مدرب في العالم وحطه عليه واصرف عليه، هتلاقي النتيجه. بما انك بتصرف اوريدي، انا بصرف فلوس يا جماعه، الاتحادات بتصرف مش بتصرفش، انما ما تروحش لجيوب ناس فسدانه زي ما شفنا محمد ايهاب مع ميدو في برنامج اوتر ليبس وهو بيتكلم لا في دعم ولا في سبونسرز، زي ما بتجيب سبونسرز لحفلات غنائيه وبتجيب سبونسرز لحفلات ومش عارف ايه وايفنتس معينه، هات سبونسر اللعيبه دول والله هيبقوا ايمج كويسه وخير سفراء. النهارده محمد صلاح يعتبر ثروه قوميه ليك، النهارده كلمه محمد صلاح تقترن بمصر
كلمة حاجة كبيرة. انت النهاردة لما يبقى عندك ربع واثنين وثلاثة وعندك فريق كرة قدم وفريق كرة طايرة فريق كرة اي حاجة، النهاردة بنشوف ناي النصار ومنه كل التحية، راجل يعتبر صهر بيل جيتس صاحب شركة مايكروسوفت، ان هو يفضل انه يلعب باسم منتخب مصر مع انه كان يقدر يلعب بمنتخب باسم منتخب امريكا، راجل امريكي، ولكن فضل ويوصل للنهائي وهيلعب النهاردة او يوم تسجيل الحلقة هيلعب النهائي، وامبارح كان شفت المسابقة وهو في المسابقة بدون اخطاء نط الحواجز كلها في الوقت من دون اي خطأ، منا كله تحية، راجل فضل يلعب باسم مصر تحت علم مصر. فده كل لا يحطك في بوتقة فهلوة والعك مش هينفعه بحاجة، تخطيط العلمي والاخذ بالاسباب وصرف الفلوس في المكان الصح مع الناس الصح هيجيب نتائج كويسة جدا، لكن ان انت تصرف غلط مع ناس غلط ويبقى المحسوبية والعك والقرف والفهلوة فدي مشكلة كبيرة. اتمنى خلاص انا قفلت يا جماعة القضية دي ومش هتكلم فيها تاني، بس اتمنى الفترة اللي جاية نشوف نتائج، اتمنى بعد نهاية بطولة الاولمبيات ونشوف الملف ده بالكامل، وعندنا كابتن حازم امام وعندنا كابتن حسام غالي وعندنا كابتن محمد عمر ممثلين عن الرياضة المصرية في مجلس النواب يقدموا، يعني انا عايز يقدموا يعني استجواب لوزير الرياضة، ووزير الرياضة يجيب هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ويحقق معاه بسبب النتائج السيئة، وإيه علشان إحنا كمان 3 سنين عندنا بطولة فرنسا، أتمنى تكون فعلا بطولة مصر تتوهج فيها. النهاردة المغرب بتساويك بنفس عدد الميداليات الذهبية بسبع ميداليات، فعيب لما نكون إحنا بلد زي مصر فيها 100 مليون وكل حصادنا في تاريخنا كله سبع ميداليات ذهب فقط. أتمنى يكون الحلقة توصل لأكبر عدد من الجمهور ويكون عندنا وعي والرياضة نهتم بيها، لأن الرياضة تعكس حضارة الشعوب وتقدمها. شكرا ليكم، ولو عجبك المحتوى والفيديو ريت تدعمه بلايك، وأشوف رأيكم في الكومنتات. أنا محمود المصري، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.